عبتي فالماكي نجم يكون منافس للغنوشي في علاقة برئاسة الحكومة القادمة من داخل النهضة؟ ما عندي شي منافسة مع أحد. كما قلت لك نحن جنود. نظريا يعني معني بهذا المنصب. بعض الأخوة يقترحون لكن أنا أبتعد عن نقاش الموضوع لأنه هذا تقليدنا في الحركة. لا نرشح أنفسنا ولا ندافع عن حظوظنا الشخصية. ندافع عن قضايا عامة أو ندافع عن الآخر على الـ على الـ على الأقل. فهمني؟ لو يرشحك شورى النهضة مستعد لتولي هذه المهمة؟ أرى لما لا، ولكن كما قلت لك يجب يكون محل نقاش معمق باش ننجحوا مع بعضنا، لأن القضية مش في عبد اللطيف المكي ولا في فلان علي العريض ولا في فلتان إلى غير ذلك. هي القضية ستيل متاع الحكم وطريقة الحكم وكيف يكون الحكم الحزب داعم يعني للحكومة، البرامج إلى غير ذلك. باش يتميز عبد اللطيف المكي على رشد الغنوشي ما يخليه ينجم يقود الحكومة في الفترة الجاية بالإضافة إلى عامل السر؟ هذه أنا كان تقول لي أشكر روحك، أنا ما نشكرش روحي، والأستاذ راشد الغنوشي هو مثال وقدوة، وبالتالي ما دخلنيش في المقارنات هذه.